معايا طبعا على التليفون واحد من اساطير الكره التونسيه اللي طبعا يعني شرف المنتخب التونسي في عديد من المحافل الدوليه، الكابتن خالد بدره. كابتن خالد، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. مرحبا بك اخويا عمر، ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين الكل. طبعا بنتشرف بوجود حضرتك على قناه النادي الاهلي، وتحياتنا لاشقائنا التوانسه. رأي حضرتك كابتن خالد في مشوار الترجي والأهلي في البطولة الأفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة الممتازة هذه. يظهر لي أنا اللي نشوف المباراة، نشوف الدوري ككل معناتها في البطولة الأفريقية، واللي نشوف اللي الترجي معناتها ماسك بزمام الأمور، الترجي معناتها قاعد يتقدم في مستوى كبير. اليوم في الفترة هذه الترجي هو متصدر الترتيب بعشر نقاط. الترجي عنده لاعبين ممتازين في الفترة الحالية، في الفترة الحالية هذه نشوف اللي في المباراة الأخيرة معناتها ثم في كثير مباريات معناتها في الترجي ما تحس اللي الخط الخلفي في الترجي معناتها عنده مشكلة. إن شاء الله معناتها يدارك الموقف في أسرع وقت، وثم نشوفوا الانتدابات معناتها ايش باش تصير في الفترة الجاية. في خصوص النادي الأهلي، النادي الأهلي بدا يرجع معناتها الفريق الكبير دايما يقعد يمرض ما يموتش. النادي الأهلي فريق كبير، فريق عتيد، فريق عنده لاعبين معناتها ممتازين من طراز عالي. أثبت الجدارة نتاعو للنادي الأهلي، عارف كيف يسافر لأفريقيا، جاب 3 نقاط، هذا يدل على فريق معناتها متكامل ومتماسك وعنده ما يقول معناتها في المباراة الجاية ضد الترجي اللي هي مباراة صعبة بالنسبة لي أنا، اللي نشوفها اللي هي مباراة صعبة. طبعا كابتن خالد، يعني عايز أسأل حضرتك، إيه الفرق ما بين نادي الترجي التونسي في النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والنسخة الحالية؟ النسخه الحاليه الترجي قوي بسم الله ما شاء الله، متصدر المجموعه، بالتالي فرصه كبيره في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. والله نحن ما نشكوش الاحداث اللي هي السنه اللي فاتت، نجم نقول اللي هو الترجي كان اقوى معناتها من ناحيه اللاعبين اللي موجودين. السنه هذه معناتها نشوفوا لاعبين صغار صح، ما عندهمش الخبره الكافيه، مي متصدر الدوري صح، ما يمنعش اللي الترجي عنده نقائص، ان شاء الله زي ما قلت لك من الاول، ان شاء الله يدارك الموقف في اسرع وقت ويصلح الاخطاء اللي موجوده. معناتها نشوف الاخطاء موجوده في الخط الخلفي في الترجي، اللي هي معناتها دائما نقولوا احنا في كره القدم ما تبني الدفاع نتاعك، تبني دفاع وسط ميدان وهجوم. الترجي معناتها عنده الخامه نتاع وسط الميدان ونتاع الهجوم، تنقصوا اللي هو خط الدفاع. انا مانيش نسبق الاحداث، الترجي مش معناتها قادر باش ياخذ البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه عندها حنكه، عندها نقولوا نحن باللغه التونسيه نقولوا عندها رجالها قويين. انا اللي نشوف ان شاء الله معناتها نقولوا الترجي ليش لا، مي نقولوا النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما يجي من الخلف زي السنه الفارطه، جاء من الخلف انتصر على الترجي في رادس، انتصر عليه 2-0 باش باللاعبين المحنكين اللي موجودين عنده في النادي الاهلي. والنادي الاهلي نحن ما ننقصوش من القيمه نتاعو، دائما نقول اللي هو الفريق القرن، الفريق المرعب، عنده لاعبين معناتها من طراز عالي، يعرفوا كيف يسافروا، يعرفوا كيف يلعبوا، وهذا الشيء اللي يدل على قوه النادي الاهلي بالاداره نتاعها بجمهورها، وزاد كذلك باللاعبين الموجودين عندها. كابتن خالد، يمكن حظ النادي الاهلي دائما بيكون حلو على ملعب رادس، بطولات كتيره النادي الاهلي توج بيها، مره امام الصفاقس ومره امام الترجي، لكن هل تفتكر ان الكابتن خالد بن يحيى قدر يتعلم الدرس وقدر يذاكر النادي الاهلي كويس، والمباراه اللي جايه هتكون فعلا مباراه قويه، ندين اقوياء جدا، ونادي الترجي ممكن يعني يعرف يصنع فارق في اللقاء، ولا النادي الاهلي هيفضل معاه حظه الحلو اللي دايما بيكون مميز بيه في لقاءات الترجي او اي لقاء امام اي فريق تونسي هو ملعب رادس؟ انا نقول خالد بن يحيى لازم يقرا فريق النادي الاهلي. السنه الفارطه معناتها المدرب فوزي البنزرتي ما عرفش كيف يخرج بنقاط الفوز معناتها ضد النادي الاهلي، اللي هو سوى مباراه معناتها ممتازه معناتها في القاهره بالذات، وتعادل 2-2، جينا للرادس معناتها كانت نجم نقول انا
قله الخبره نتاع مدرب، معناتها تلعب ضد فريق قوي وفي حجم النادي الاهلي وتلعب بالسيستم، معناتها السيستم اللي لعب به فوزي البنزرتي ما تاقلمش مع اللاعبين في الملعب. النادي الاهلي عرف كيف يدارك الموقف، وزي ما قلت لك دائما نقول لك الفريق الكبير يعرف كيف يسافر كيف يلعب كيف واحد يظل. خالد بن يحيى اليوم يلزم يقرا كل كبيره وكل صغيره في النادي الاهلي، ثم نقاء الصح في النادي الاهلي. الكلمه الاولى والاخيره دائما المدرب، كيف القرايه نتاعو في اللاعبين لاعبين النادي الاهلي، كيف حيبدا السيستم مش يلعب به. وان شاء الله معناتها نحن نشوفوا مباراه ممتازه اللي تليق بسمعه الفريقين الاثنين اللي هما زوج فرق كبيرين معناتها على الساحه الافريقيه. ان شاء الله يقدمونا مستوى طيب ومستوى ان شاء الله نشوفوهم في الدور النهائي ان شاء الله. كابتن خالد، ابرز ذكريات حضرتك مع النادي الاهلي وابرز اللاعبين اللي كنت بتلعب عليهم؟ والله العظيم انا اول شيء يحصل لي شرف اللي تكلمت معاكم في القناه نتاعكم. لا طبعا الشرف لينا يا كابتن. وانا ما لعبتش ضد النادي الاهلي وما حطتليش الفرصه باش نلعب في النادي الاهلي، باش نلعب ضد النادي الاهلي. طب في المنتخب، في المنتخب لما كنت بتلعب منتخب مصر كنت مين بتلعب عليه؟ على لاعبين من الاهلي، لعبت على مين؟ والله انا لعبت المنتخب المصري كلهم انا لعبوا. طب مين ابرز اللعيبه اللي حضرتك كانت تعباك في الملعب وانت كنت بتلعب قدام منتخب مصر؟ والله ما يتعبني ولا حد، يتعبني ابراهيم حسام حسن بالكلام نتاعه وبالشخص نتاعه في الملعب. اما دائما نقولوا لي عندهم لاعبين كبار في المنتخب المصري، اللاعبين معناتها ممتازين، لاعبين معناتها من طراز عالي، ذو ثقافه كبيره، ذو لعب ممتاز، وهذا الشيء اللي يدل على على الثقافه الكرويه اللي موجوده في مصر. وان شاء الله معناتها تداوم هذيا، وان شاء الله الكره المصريه والكره العربيه والكره التونسيه كذلك بالف خير ان شاء الله يا رب. كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي، اكيد طبعا شرف لينا استضافه حضرتك وكلام حضرتك. ربنا يخليك كابتن خالد، شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي. كابتن خالد بدره نجم الكره التونسيه اكيد طبعا.